كافيين معكم عالم الصباح ومايا معنا بالاستوديو لنحكي عن التربية وخاصة أنواع التربية وكيف ممكن تأثر على حرية على الولد وحرية التعبير. بونجور. صباح الخير رولا. صباح النور. شوي حكينا عن هذا الموضوع بركي الجمعة الماضية وكان بدك ترجع تكفي فيه اللي هو الفرق بين الحسم بالتربية التسلط و الغاء حريه الولد. يعني هي شعره مثل ما بيقولوا، يعني كثير صعب انه الاهل يقدروا يعرفوا وين الليميت، وين الحدود بين هالحسم يلي مفروض يكون موجود وبين مثل ما عم نقول الغاء حريه الولد. يعني ممكن نكون اهل عندنا نفوذ على اولادنا، اهل مفروض انه يكون عندنا قوه بالتربيه، يعني نفوذ بمعنى انه مفروض انه اولادنا اكيد يعملوا لنا حساب ويسمعوا كلمتنا بكل بساطة. صحيح. بس إذا كتير بلغنا بدون ما نحس منتخطى هيدا الحدود، منلغيلن حريتهم، بصير عنا تسلط بشكل مش طبيعي، ممكن الولاد يصيروا يخافوا منا. فهون كيف بدنا نركلج هيدا الأمور، لأنه هيدا أمور تعتبر صعبية بالتربية. وأنا مثل ما بقول دايما على كل حال رولا أنه عن جد أصعب شيء التربية، يعني من أصعب المهام يلي واحد ممكن يستلمها على الإطلاق هي التربية، هي أصعب شغلة. هلا اذا بدنا نحكي وتربي في كاركتر او تتركي له حريته يكون هو يختار كمان كيف بده يكون، وبتبلش تحسي بهيدي الصعوبه تقريبا ابتداء من عمر 3 سنين، يعني قبل عمر 3 سنين. يعني هلا بمجننا وبين اختنا، ابن اختي يعني بمطرح من المطارح. ايه بلش تحس انه عنده شخصيته بالنهايه. أيوه. على سنه ونص سنتين بتبلش الصعوبه، يعني مع نوبات الغضب، مع الاستقلاليه اللي ببلش يكتسبها الولد. بس مثل ما بيقولوا كل ما الولد بيتقدم بالسن كل ما بيصير اكثر نعت الهمه فعلا، لانه كل ما بيصير اكثر عنده تشبث برايه، عنده قراره اكثر، يعني بيصير صعب انه توصلي له هيدا المساج انه انت اللي معك حق وتقنعيه انه انت اللي معك حق. هلا اذا بدنا نحكي عن النفوذ بالتربيه، يعني شو هو النفوذ؟ بكل بساطه انا اذا بدي اعرف النفوذ بقول انه نحن انه اذا كان بده يكون عندنا نفوذ، هذا الشيء بيعني انه نحن نحترم حقوق طفلنا وواجبات طفلنا. ننتبه للحقوق للواجبات. رح اشرح شو يعني. يعني اذا انا كأم عندي نفوذ مثل ما لازم، يعني عندي اكيليبر، عندي توازن بهذا النفوذ اللي عم بعطيه، عم بحترم فاذا حقوق الولد انه يكون هو محترم، يتلقى الاحترام مني كأم وكبي، عم بحترم حق الولد انه انا اسمع له، ما الغي له حريته، يعني مش انا قلت لك هيك ونقطع على السطر وما في نقاش، هيدا ما بيكون نفوذ مثل ما لازم، ما بكون عم بحترم انا حق الولد. فاذا عم بحترم حق الولد بانه انا ما اشتمه، ما اقول له اي كلام ما بيصير، ما مس بشخصيته، ما اضربه، عم بحترم فاذا انا حقوقه. صح. هلا قبيلة وقت بقول عم بحترم حقوقه بدي انتبه للواجبات، يعني بدي واعيه ونبهه على واجباته. هون بكون انا عم بعمل اوتوريتي، عم بيكون عندي اوتوريتي او عم بيكون عندي نفوذ بالتربيه مثل ما لازم بشكل متوازن. كيف يعني نبهه على واجباته؟ يعني واجباته انه هو يسمع المبادئ مني، ياخذ المبادئ مني، المبادئ السلوكيه، انه انا بس خبره كيف مفروض يتصرف، واجباته انه هو يسمع لي كيف هو مفروض يتصرف وليه. طبعا بدي اقنعه، بدي يكون عندي المهاره كأم وكبي انه انا اقنع الولد. واجباته انه هو يحترم الاشخاص اللي حواليه بالمدرسه، بالحضانه الى اخره. واجباته انه يتصرف مثل ما لازم، يعني يتصرف مثل بكل مكان يكون عنده التصرف اللي المفروض يكون عنده اياه، يعني ما في يتصرف مثلا باسباس دو جو او بمكان لعب، ما في يتصرف وكانه هو موجود بصف او موجود بمدرسه، والعكس صحيح. عرفت كيف؟ فاذا من هون انا بعطي هذا التعريف انه عن جد اذا بده يكون عندي نفوذ بالتربيه مثل ما لازم بكون عم بحترم حقوق الطفل وعم نبهه لواجباته، ساعتها بعرف انا ركلج الامور. هلا شو بيصير وقتها انا بالغ، يعني وقتها انا بلغي حريه الولد، بكون عندي تسلط بشكل مش طبيعي. اول اكزامبل بدي اعطيه وبنشوفه عند كثير من الاهل، وبقول شغله رولا انه كلنا بنوقع بهيدا الفخ باول طفل وباول خبره بالتربيه وبتكون صعبه علينا، اللي هو انه دائما هالميول انه انا بدي طفلي ان كان بنت او صبي يكون كوبي عني، يكون نسخه عني. هيدا الشيء مثلا اذا كان عندي بنت بيكون الام بدها، او الشيء اللي ما بتحبيه فيكي ما بدك اياه يطلع عنده. 100% بتصير بتعملي كثير العكس، يعني بتروحي كثير على الاكستريم بالخبريه. فانا بعتبر كأم انه البنت مفروض تقعد بهالطريقه، مفروض تاكل بهالطريقه، مفروض توقف بهالطريقه، مفروض هيدا كثير صعب
كتير كتير صعب، لأنه عن جد في شعرة. يعني أنا بدي مري للولد أو للبنت مثلا الأشياء المضبوطة، بدي نبهها أنه مثلا ماما أحسن ما تفتحي تمك أنت وعم تاكلي، تنقول شوف بكل بساطة يعني. بس بدي كمان أنه إذا هي عندها بروفايل من شخصيتها شوي هيك بمزدوجين مثل ما بنقول على اللبناني همشري، يعني عندها بروفايل من شخصيتها مش كتير على الاتيكات ومش كتير على الزيح، انه كمان اترك لها اياه، انه ما فيني الغي لها اياه، يعني بدي اترك لها حريتها. هلا كمان التسلط بيصير، بس يصير في مراقبه للطفل بشكل كتير كتير مبالغ. يعني في كتير اهل بيراقبوا طفلهم، بيراقبوا البنت او الصبي باي مكان بيكونوا موجودين فيه، وبصيروا انه اذا وقف بالوقت اللي ما لازم يوقف في عيطة، اذا قعد وما لازم يقعد في عيطة، اذا حكى شيء ما لازم يحكي بياكل عيطة، اذا برايهم انه هلا مثلا مش لازم هو يعمل هيدا هاي الاشارة، او مش لازم يحمل الشوكة بهالطريقة، او برايهم انه مثلا دافع عن حاله ضد رفيقه او ضد رفيقتها، لا ما كان لازم، كان لازم تسكتي بتتخانقي انت وياها. بنصير ننقل وجهات نظر غلط للولد ان كان صبي او بنت. يعني بنصير عن جد انه ما عم نعرف نحط حالنا محل الولد. يعني اول شيء بهالطريقه الولد ما بحلها يعرف يتصرف. يعني دائما انا بقول انه باي سيتويشن او باي ظرف بنوجد فيه الولد، اسمع كيف تصرف، اساله ليه تصرف هيك، واساله قل له طب انت برايك بدل ما تعمل هيك شو كان فيك تعمل؟ يعني مثلا انت برايك بدل ما تضرب صاحبك، او انت برايك بس بدل ما بيسمعوا. هيدا شيء كثير يعني مهم عم بتقوليه رولا. صدقيني في نقطة كتير مهمة بدي أوضحها، نحن مندرب أولادنا على السمع من هن وصغار، هيدي كوني أكيدة منا. ما في ولد بيخلق ما بيسمع وهو ما بيسمع، نحن مندرب الولد على السمع وعلى الإصغاء من هو وصغير، وهيدا الشيء بيصير بالتفاهم. يعني اللي عم بتقولي مثلا الأولاد اللي ما بيسمعوا مين بيكونوا؟ في تو كيسز من الأولاد اللي ما بيسمعوا، في الأولاد اللي أنا عم بقمعهم مثل ما أنا سبق وقلت من أول مسيرتي التربويه معهم، يعني من اول ما بلشوا يكبر هالولد سمعت ولا كلمه، انا هيك قلت وبده يصير مثل ما قلت، ما بدي اسمع صوتك، ما تناقش، هيدا والمراقبه المستمره، هيدا القمع لحريه الولد رح يخلي الولد ما يسمع، لانه هيدا الولد اصلا هو تعود يتلقى الاوامر روبو، واوقات هو ما بده يعمل بالاوامر وبخاف مني كأم انه ما يعمل، لانه انا ممكن اضربه، ممكن افقد اعصابي، فشو بيصير؟ او بولد كثير بيتحول لولد كثير كثير مطيع، يعني لولد مش بس مطيع مع الاهل، مطيع بالمدرسه كمان بيكونوا مع اصحابه، يعني حقوقه بتروح لانه كل شيء بيقول عليه ايه بخاف، بركي زعلت، بركي زعل الى اخره، او بيتحول معود انه هو ما في عنده راي 100%، او بده يتحول لولد مطيع، او هو مش قادر يكون عم بيطيع بهالطريقه، فهو بالتالي بيعمل الاشياء مثل ما هو بده، بيسمع التعليمات من الاهل بس بعمل من ورا ظهره مثل ما انا بدي. وهون الدراسات كلها بتفرجي انه مع التقدم بالسن ممكن هالولاد يتحولوا لولاد عندهم ديلانكانس او عندهم انحراف. أكيد. لانه تعودوا انه بدهم يروحوا دائما ضد اللوا، ضد القانون او ضد المبادئ اللي عم ينعطوا، لانه انا ما عم بعرف مرق المبادئ بكل صراحه، يعني ما في ولد ما بيغلط، الاهل يلي عم يحضرونا بيعرفوا، مثلا بدي اعطيكي مثل، ما في ولد ما بيمرق بين عمر الخمسه والسبعه ما بيمرق بحادثه بيجي على البيت جايب شيء، ليه بيمشي على الارض مثلا؟ لامي محايه، اخذ شيء لقيتها، انا هي مسطره ما مش لحدا اخذتها مثلا، ما في ولد ما بيمرق بهيدي الخبره. صح. ابدا. هلا هيدا مثل بستفيد تاعطي الفرق بين انه انا اكون متسلطه وانا اكون متفهمه. متسلطه شو يعني؟ متسلطه يعني دغري يا عيب الشوم عليك، كمان انه عم تسرق، هي سرقه ما بتعرف انه هي بنسميها سرقه، بكره بتروح بدي انا روح وبتعتذر وما بعرف شو، بس بطريقه فوقيه بتكون. هيدا التسلط بالتربيه. الشق الثاني انه لا انا بدي يردها المسطره، المسطره مش لإله، بدي يتعود انه مش كل ما لقى شغله بلمها اكيد، بس انا بقول له طب انت شو كان فيك تعمل بدل ما انت تلمها للمسطره؟ يمكن هو يجاوب، اذا ما جاوب انا بدي اجاوبه بكل بساطه، في حدا مسؤول ماما بالمدرسه، انت كنت بتقدر انه تروح ترد المسطره، وهن بيصطفلوا بيسالوا يمكن بالكور بحطوها على جنب، وصاحبها بيجي بيسال عنها، لا بتعرف اذا اخذنا شيء مش لنا هيدا شيء مش مفروض تعمله، لانه هيدا شيء انه ناخذ شيء مش لنا معناتها نحن عم ناخذ شيء مش من حقنا ناخده بكل بساطه. يعني في الراي اللي انا بعطيه للطريقه اللي بدي احكي فيها مع الولد بتختلف. بتعرفي شغله، هي الامور كثير بسيطه، بده يكون الي جلاده ربي، يعني انا بقول لهم لكل الاهل
ما قالكم جلاده ما تجيبوا اولاد اصلا 100% من الاساس 100% بده يكون الي جلاده بجو المنين بيكونوا لعندك بركه بعدين ليك رولا في اوقات معينه اذا ما مرقت المساج بعدين بيكون كثير تو ليت متاخر كثير انك انت تمرقيه صح يعني اذا انت اليوم عمل الولد شيء مش لازم يعمله واليوم طنشتي بكره طنشتي ثالث رابع مره يمكن ما يعود يمرق المساج مزبوط صح. لانه بيطلع قدامه طب ما هديك المره ما قالت له شيء ليه هلا عم بتقول له شيء عرفت كيف فانا بدي اقول للاهل انه نحن ما بدنا اولادي يخافوا منا كاهل يعني مش الهدف انه انا عم ربي الاولاد يعني الولد يلي ما بيعود يعمل تصرف بس لانه خايف منك اذا انت مش موجوده بيعمله صح بس بدي اقول لك شغله كمان انه اوقات في عم يوقعوا بشغله انه مش شخص واحد عم بيربي يعني ممكن الاب يكون يقطع له اياها الام بتقطع له اياها مزبوط الست بتقطع له اياها الام بتقطع له اياها مزبوط يعني هيدي المشكله انه هون الولد كمان بدهم يرحموا له هالصبي يعني يا الست يا الام بده يكون في ريفرنس وحده 100% يعني مش هيدا مش عم نقول انه دائما يكون البي هو اللي بخوف يعني لا بس لا. مرجعيه تربويه بس مرجعية. مش ما عم تقولي هيدا الشيء بضيع الولد ايه يعني نادر يحسها يعني 100% 100% هلا ليكي في شغله بالنسبه للنفوذ اللي نحن بنبالغ فيه كمان النفوذ اللي بنبالغ فيه بيكون انه بخلي الولد يوصل لمرحله نعم يصير عنده كثير شيء بنسميه ازيتاسيون يعني تردد مزبوط. يعني بصير هيدا الولد شو ما بده يعمل كيف ما بده يتصرف اذا بده يقوم يمكن من مطرحه بالصف تيكب كليناكس بالبوبال مثلا اذا بده تنقول يحكي كلمه او ما يحكيها للمعلمه اذا في جو اي جيم اي لعبه عم يلعبوها بده ينط بصير في تردد بنط بحكي شو بعمل هيدا التردد انا ممكن اخلقه للولد من خلال طريقه التربيه اللي انا عندي اياها صحيح. يعني انا ممكن انه خليه انه كيف لما بشكك بتصرفاته يعني لما شو ما بده يعمل بدي اقول له انه انت ما كان لازم تعمل هيك كيف تعمل هيك ما شفت كيف طلعوا فيك ما شفت كذا او حتى بدي اعطي بعد مثل هيك بسيط بيصير معنا مثلا تنقول الولد اليوم حابب يلبس جينز يمكن يكون مخزوق هلا دارج الجينز المخزوق مثلا او اي شيء يعني ثاني له علاقه باللبس مثلا يمكن بس انه 100% بدل غريب برش. كمان لما الاهل مثلا عندهم على التكرار نحن مش عم نقول مره بتصير انا عم اقول لما بتصير طريقه انا عم بحكي مع اولادي فيها بيضحكوا عليك هلا بيضحكوا عليك ولا وكيف بتروح لابسها هي بتكون شيء ما بيضحك ابدا بيكون انه اوكي رح يكون شوي مختلف رح يكون مهضوم رح يكون لذيذ انا بقدر احترم له رغبته يلبس هالشغله مع الوقت شو بيصير؟ مع الوقت والتكرار هالولد ممكن يكبر ويجي يقول لك انه بيضحكوا علي اذا لبست هي او لك بلبس هي او لك بعمل هيك طب بركي ضحكوا علي او بيروح علي كمان بغير طريقه انه بيصير يلبسهم اكثر ويلبس قصص يعني دوبل وتريبل عن الموديل اللي كان لابسه يعني بيروح على الاكستريم اكثر بيروح على المبالغه يعني لأنه كيف ما بده بحطها لانه عم بحس انه استفزاز 100% ليك يعني كيف ما برمنا الموضوع مثل ما بيقولوا كل مساج بقدر وصله للولد بدون احكام بيضحكوا عليك شو بيقولوا عنك شو بيعمل لشو الاحكام انا واجباتي كاهل انه انا مرق المساج بشكل مزبوط وعلمه يتصرف مزبوط بدون ما يكون نسخه عني وصدقيني شغله مش صعبه بس شغله بدها شويه تفكير مش اكثر من هيك بدها شويه فضاوه انه انا فكر شو بدي اعمل مثل ما فكر شو بدي اطبخ شو بدي اروح وين بدي اجي بفكر بشغله فكر شو بدي اعمل او وزنها للجمله قبل ما اقولها هي صعبه شوي اوقات واحد انه تطلع منه هيك ديريكت بس انه يمكن هي بتصير ستايل واحد بيمشي عليه وبيعود حاله لحتى يمشي حاله ليكي خليني اقول لك شغله يمكن اوقات وقتها بتنفتح هيك مواضيع رده فعل الناس بتكون انه طب ما حدا فيكون مثالي بالتربيه انه المثاليه انه كيف بدنا نكون مثاليين هي مش مثاليه ابدا هيدا بكل بساطه هن شغلتين نقطتين الاصغاء للولد التواصل مع الولد كل اهل بيعرفوا يسمعوا اولادهم بيعرفوا يتواصلوا معهم رح ينجحوا يعملوا هالشغله مش اكثر من هيك وقتها انا ما بسمع الولد معناتها ما عم بعرف اتواصل انا وياه وما عم بعرف اتواصل انا والولد يعني انا ما عم بعرف مرق له اللي لازم مرق له اياه وما عم خليه مرق لي كمان هو اللي المفروض يقول لي اياه يعني هيدا خط التواصل وقتها بيكون غلط او بينقص خط التواصل هون صارت المشكله هلا ما بيعني انه انا ما اكون متسلطه ما اكون حاسمه بشكل مبالغ احترم الولد الشيء ما بيعني انه انا مثلا معاقب الولد لا اكيد
اكيد حسب الولد، يعني في ولاد عندهم اضطرابات سلوكيه ولا ممكن انك ما تعاقبيهم، وحتى الولد وقت انا بعطيه فرصتين وثلاث فرص وما قدر انه هو يفهم انه هيدا التصرف مش سليم، نعم. مش غلط ابدا انه انا عاقب الولد، يعني ما بيعني بس انا بعاقب الولد انه احرمه من اشياء كماليه مثل ما بنقول دائما، ما احرمه من اشياء اساسيه وما مس بالاشياء اللي هي بتمس بشخصيته اكيد. وكثير الصوره ما ينبسطوا فيها الاهل يلي ممكن مثلا تكون انه اجا دادي اجا دادي تنروح نقعد مثلا عاقلين او تنوقف اللعبه اللي عم نلعبها او هالرعب اللي بيصير خوف 100% من الدادي او بنكون عم نعمل كل شيء عند التيتا وبعدين بتجي الماما وكمان بصير فيها الرعب انه اجت الماما، لا ما بنكون عم ننجح بتربيتنا بهالطريقه. وقت الماما بتقول لا بنروح عند التيتا تتقول ايه هاي معروفه هاي معروفه هيدي كل تيتا بتعملها فينا هيدي معذورين عليها مش بايدهم ايه عن جد تنشوف نحن بس نصير تيتا بعد عمر كثير طويل يعني اكيد يعني طبعا طبعا اي بكير بكير كثير بعد بس انه تنشوف شو بيصير معنا اكيد. على كل حال هو هيك في صعوبه دائما بتربيه الولد بس دائما بنقول انه بس الانسان يكون بحب الاولاد اكيد دائما بيقدر يعطي بطريقه مختلفه عن الاشخاص اللي يلا خلينا نجيب ولاد اكيد تفرق اكيد. ميرسي عليك مايا، ثانك يو على التبس كمان. بنشوفك نهار الجمعه ان الله راد ان الله راد. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع دكتور غسان بصعب كثير وضيوفه متعرف عليهم.